وانتقل إلى الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بحضرتك يا أستاذ أكرم، ويعني عايز أبتدي كده مع حضرتك وأقول لك، متى تتبع الجماعات الإرهابية مبدأ نشر الشائعات؟ متى تلجأ إليه؟ هو الحقيقة على مدى التسع سنوات اللي فاتت هم لم يتوقفوا عن نشر الشائعات. وطول الوقت طالما الدولة بتشتغل أو الناس اشتغل، طبيعي اي حد بيشتغل فعدوه بيبقى عاوز يشغله. والحقيقه انه الامر على مدى التسع سنوات هم فشلوا بشكل كبير، لدرجه انه كانوا مش بس الشائعات الحقيقه هي الخطر الحقيقي، لانه الشائعات في النهايه ليها عمر بتخلص منه. يعني الشائعه دي ممكن فتره الحياه بتاعتها ممكن تبقى يوم يومين. الخطر الحقيقي الحقيقه في التلاعب بالمعلومات الحقيقيه او المعلومات اللي احنا بنسميها الاخبار المغسوله. كيف يتم التلاعب بالمعلومات الحقيقيه يا استاذ اكرم؟ خلينا نتفق انه احنا في عصر المعلومات وفي منصات بس كثيره جدا. لكن الحقيقه انه عصر المعلومات مش معناه انه عصر المعرفه، بمعنى انه التوصل للمعرفه والتحليل السليم لازم يبني على معلومات، هو بيقتطع جزء من هذه المعلومه ويتلاعب. وللاسف الشديد، يعني خلينا نقول انه للاسف الشديد، بعض الناس بحسن نيه بيلتقطوا هذه المعلومات ويعيدوا بثها او يحللوها بطريقه مش صحيحه. لان هو بيحط لهم جزء من المعلومات دي حقيقيه وبعدين حواليها اكاذيب كتير، فبالتالي ممكن حد يصدق لانه في جزء حقيقي في اللي بيتقال. بالظبط. احنا بنتكلم على انه مفترض احنا ما نبقاش في موقف دفاع من عن المشروعات، لانه اذا لا هي المشروعات بتدافع عن نفسها الحقيقه، موجوده على الارض. هو عاوز يحط الناس انها بتدافع، لدرجه ان بعض الناس بيتكلموا على المشروعات القوميه ويتساءل على مثلا شبكه الطرق، هو الصناعه الاول ولا شبكه الطرق؟ طب انا الصناعه من غير الطاقه اللي حصلت وتوفرت، او من غير شبكة الطرق، أو من غير إزاي المواصلات العامة اتطورت بالشكل ده وبقى فيه المترو وبقى فيه بتاع، فيشككك في إيه؟ يشككنا في الأولويات، إيه اللي المفروض يتم قبل إيه؟ نقل العشوائيات ده ما كانش أولوية، ممكن دي تبقى فلوس مش باينة، يعني مش باينة بمعنى إنه بتترمي، بتتحط في الأرض، بتتحط في مباني، بتتحط في مجتمعات، بتتحط عشرات المليارات ومئات المليارات بتتصرف. ممكن هو المواطن ما يبقاش شايفها، لكن في النهاية هل أنا المجتمع العشوائيات اللي كانت بتمثل عار دي واتنقلت لمجتمعات إنسانية دي أولوية ولا مش أولوية؟ القضاء على فيروس سي اللي كان بيمثل برضه مشكلة كبيرة، هل ده أولوية ولا مش أولوية؟ المبادرات الرئاسية فيما يتعلق بالصحة وبالمواجهة كورونا على سبيل المثال اللي نجحنا فيها، هل دي كانت أولوية ولا مش أولوية؟ ممكن نقول كورونا دي أزمة كانت عالمية، ومع ذلك إلى حد كبير جدا مصر اتبعت فيها. اللي أنا بقوله في الموضوع ده، وده فكرة الوعي أو الإدراك، وده برضو خلينا نقول إنه سرعة البث وسرعة إطلاق الشائعات محتاجة سرعة مواجهة بالمعلومات. المعلومات هي القاتل الحقيقي للشائعات. وهضرب أمثلة موجودة لدى بعض الناس تساؤلات. على سبيل المثال، منذ فترة في ناس بتتكلم على إنه مصر ما بتصدر الكهرباء، على سبيل المثال بتصدرها بسعر أرخص من السعر المحلي. اللي بيقول الكلام ده بيقول الجزء البسيط، إنتاج الكهرباء مش هو التكلفة الحقيقية، لأنه إذا أنا بدفع مليون جنيه في الكهرباء بدفع 10 مليون في نقل وتوزيع هذه الكهرباء. بالظبط. فاللي بيستورد مني بيستورد بسعر الانتاج، لكن الحقيقه انه بيصرف 10 اضعاف او 15 ضعف هذا الرقم في تخزين، لانه ما فيش حد بيخزن الطاقه الكهربائيه، وبالتالي يحتاج شبكات توزيع ونقل. التكلفه الحقيقيه للطاقه الكهربائيه في مصر جزء منها صحيح المحطات، لكن احنا ما هو ده الحق اللي بيراد بيه باطل بقى يا استاذ اكرم. ايوه. ما هو ده دورنا ان احنا نوضح ده، لانه نصف المعلومة أحيانا بتكون طريق لأنه واحد يستغلها مش صح. أنا بتكلم على أنه إذا بصرف 100 مليار على إنتاج كهرباء بحتاج كمان 900 مليار لشبكات توزيع، ما لم يتم تطوير البنية الأساسية لتوزيع ونقل الكهرباء في مصر ما كنتش هقدر أوصل الكهرباء دي للصناعة. وإحنا عارفين حتى في البيوت لو أنا مش بعمل كابلات قوية وبعمل محولات وبعمل منظمات، دي كلها جزء من تكلفة الكهرباء. فاللي بيشتري جزء اللي هو ياخد رقم الانتاج ده ويقول ان انا ببيعه ارخص في السوق المحلي مش صحيح،
لانه ده لازم يتقال. واعتقد انه تبسيط ده، وبصراحه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه الحكومه والمسؤولين انهم يبسطوا للناس ويشرحوا ده. صحيح. ده جزء من المعلومات، عصر المعلومات، لان احنا الدوله على مدى السنوات اللي فاتت في الكثير من المشروعات اللي بتتعلق بالمواطنين وبالبني ادمين وتكلفتها عاليه، فيقول ايه؟ طب ما انا بعمل طرق واصل باخد الخدمات، طب ما احنا بنسافر في كل دول العالم وبنشوف انه الطرق السريعه بيدفع عليها فلوس، اللي بتدفع هتقول لك فرق الدخول، هقول له مع مراعاه فرق الدخول، لان الفلوس اللي بتتاخد هنا مش هي اللي بتدفع بره. نقطه اخرى ومهمه في هذا الامر من الحاجات اللي بتتقال، انه احنا بنقول انه على مدى السنوات اللي فاتت تطوير النقل العام، الطرق وازاي النقل العام بيوفر وقود وبيوفر وقت وبيوفر مجهود وبيوفر الكثير من التفاصيل، هل ده الوقت ده مش بفلوس؟ وكان في تقارير بتقول ان مصر 2020 هيكون فيه السرعه داخل القاهره 4 ل 8 كيلو، النهارده احنا اتحلت الازمه دي، وبالتالي اللي بيعمل صناعه او بينقل ده بيدفع ثمن، بيدفع ثمن، الدوله دفعت ثمن ان هي توفر للناس الوقت والجهد بحيث تشتغلها. الخمس مدن اللي اتعملت كان قبل كده كان اللي بيقولوا الاسكان الفاخر اللي موجود ومفيش اسكان اجتماعي، النهارده في الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط. ايوه ممكن أيوه. نختلف ونتفق واحنا بنتكلم في حوار وطني، لانه دايما لازم نفرق بين الشائعات، بين الحوار على ارضيه وطنيه والحوار اللي بيراد بيه تفتيت الدوله واضعافها. نعم نعم. الناس مش هو مش ناوي يقتنع اساسا، لكن هي القصه احنا بنتوجه لناسنا واهلنا، اللي هو احنا زي ما احنا بنقول انه بيتكلموا على الكهرباء زي ما احنا ضربنا مثلا، بيتكلم على المشروعات اللي موجوده اللي وفرت 5 مليون فرصه عمل، بيتكلموا على طول الوقت كانت المطالبات قبل ذلك انه القاهره بتقتصد ولازم المؤسسات الحكوميه تخرج من هذا الموجود ويبدا تطوير القاهره، التطوير اللي حاصل في الطرق لا كتير يا استاذ اكرم، يعني للاسف الوقت مش هيسعفنا ان احنا نقول يعني كم المشروعات اللي حصلت في مصر، مش بس مشروعات قوميه ولكن صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر، كل هذه حقائق بيترد بيها على هذه الشائعات. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.